استلام دوران يحاول فيه ضغطوا عليه حاول يمر شوف الاثنين كريم الاحمد يلعب كره خطيره امام فهد المولد انطلاق اول اهداف جول 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 في الظروف الصعبه والاوقات الصعبه لا تبحث الا عن المولد الازمراني فهد في يوم الاحد يظهر ويوفي بكل العهد مع الاخضر سند وعلى الاخضر غضب هذا هو فهد المولد الازمراني يظهر بكوره وانطلاقه عند الظروف الصعبه لا تسال الا عن فهد الا عن فهد فقد اوفى بالوعد امام الجماهير في يوم الاحد هو مع منتخبنا الاخضر سند وعلى الاخضر الراقي غضب غضب مع الانطلاقه مع الكوره افتكاك من كريم الاحمد ولا اروع فهد اشعل الديربي شوف 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 جوناس وكريم الاحمدي ضغطوا على سوزا امام اثنين انطلق الاسمراني سجل الاسمراني سجل الفهد للعميد سجل الفهد للعميد للعميد اول الاهداف على يسار حارس المرمى العويس امام فرحه بلج امام فرحه بلج اشتعل الديربي يا ساده يا كرام اشتعل الديربي يا ساده يا كرام هذا هو الفهد في يوم الاحد يظهر.